عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مساء الخير مدينة القرارة، مدينة العلم والعلماء، المدينة المضيافة، المدينة الجميلة. والله السعادة تعم يزيد ما تقدروش تتصوروها اليوم، وأنا في بلد الشيخ البيوض، في بلد محمد الأخضر السائحي. والله سعادة كبيرة 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 جدا، واختيار محطة مدينة القرارة في برنامج مع عمو يزيد ما كانتش عشوائية، كانت مقصودة، كان لازم نجول عندكم، لأنه أصدقاء عمو يزيد كانوا يرسلونا كامل ويقولوا لنا علاش ما تجوش لمدينة القرارة وولاية غردايا. كنت في كل مرة نوعدهم نقول لهم راح نجيكم، واليوم ربي وفقني أني وفيت بالوعد. أحبائي والله غير اليوم سعادة كبيرة 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 كبيرة. أكون فرحانين لكم هنا؟ راكم فرحانين لكم هنا؟ إذن نحن مدابنا اليوم يكون عرس كبير كبير كبير، وكامل الأطفال والعائلات يفرحوا معنا اليوم. طلعوا صديقتنا، يلا بالعقل بالعقل، عونه عونه صديقتنا، تعالي أروحي بنتي جيبوها منا، ديروا لها مكان هنا تاع كبار الزوار، يعني في اي بي، يلا في اي بي، ديروها في الظل، سقموا لها راسها فوالا باش تشوفي مليح بنتي. كيفاش يطلعوا هذا شويه؟ هاي خلاص معلش. احبائي رانا اليوم في هذه الجوله التربويه في قالب ترفيهي، ولكنها جوله تربويه، جوله الاخاء، جوله الاخوه، جوله الجزائري اللي يكبر على قيم وأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كاين نقطة مهمة جدا، كاين واحد الأغنية عمو يزيد
في كل مرة يغنيها والله غير واحد الإحساس نحسه إحساس كبير وعميق. كاين الانتماء يا أحبائي، الإنسان بطبيعته اجتماعي، يحب ينتمي للمجتمع ويحب كذلك ينتمي للبلد. بكري كانوا ناس بكري لما إنسان يدير خطأ يعني يغلط يخطأ في القبيلة ولا بكري بكري كيفاش كانوا يعاقبوه؟ ما يدوه للسجن، ما يضربوه، ما والو، كانوا ينفيوه من القبيلة، يقولوا له انت خلاص ما راكش منا. كان هذاك أكبر عقاب، أنه الإنسان ينحي له الانتماء. يا أحبائي، أعز ما نملك هو الانتماء لهذا الوطن. ما كانش واحد شاوي، واحد شرقي، واحد قبيلي، واحد عربي، واحد مزابي، واحد سطيفي، واحد وهراني، ما كانش. كاين جزائري. بغيتكم اليوم تغنوا معايا كاع. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني سألوني من تحب ولمن كان النسب. كاع يسخسوك، أنت وليد شكون؟ شكون الدشرة تاعكم؟ شكون جدودك؟ لمن تنتسب؟ ما تسخسينيش، أنا جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني برافو أحبائي. تغنوا كامل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في الشمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني. يلا معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا
والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. نعودوها نعودوها بصح كامل تغنوا معايا. انا تعالى سامي روح منا، كاين الحاج هذا لازم تصوره لي يغني سالوني من اكون، عجبني بزاف والله. ربي يطول عمرك وربي يعيشك ربي يخليك. احبائي احبائي، حب الوطن حب الوطن ما عندوش مثيل، ولكن هذا الوطن عندنا عليه واجبات. يا احبائي ما كانش احسن من اليد الممدوده للاخ. يا اخي سالوني من اكون، يلا. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري، قلت الا ترون اني جزائري. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري، قلت الا ترون اني جزائري. سالوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. ش
شكرا 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 أحبائي. تعالوا 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 نعود نغنوا الغنية تاني. نعودوها ولا كيف؟ تعالوا 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 أحبائي. واسمك ولدي؟ مرشد. وانت ولدي؟ أحمد. أحمد، شو حجم المعدل مرشد؟ 10. 10 على شحال؟ 20. 10 على 20. وكيف 10 على 20؟ والخطرة على بالكم راح نرجع أنا في شهر مارس. خلاص خلاص قررت بلي راح نرجع في شهر مارس. يا أخي نرجع راح نرجع في شهر مارس، رايح نعود نطلعك هنا في نفس المكان وتجيب لنا معدل أحسن. هذا وعد؟ نعم. وعدت والديك تاني بلي تجيب معدل أحسن؟ إيه. الله يبارك الله يبارك. وأنت ولدي؟ شحال جبت معدل؟ 9. 9 على؟ على 10. واو برافو 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 ولدي برافو. برافو برافو برافو. في أي سنة تدرس ولدي؟ في المتوسطة. سنة أولى ولا؟ سنة أولى. سنة أولى. وأنت؟ ثالثة. ثالثة ابتدائي؟ الله يبارك. تحبوا تقرأوا؟ نعم. خلاص أنا حبيت والله نابعة من القلب، يعني ماشي ما فيها لا ديماغوجية ولا أي شيء آخر. تعرفوا عمو يزيد ما عنده لا تيار سياسي ولا تيار أي شيء. عمو يزيد إنسان وطني، إنسان على دراية بالمجتمع، وإنسان يحب بلاده ويحب أولاد بلاده أنهم يكونوا دائما ناجحين. احنا حبيناكم تعطونا صغاريت على هذه الصورة هذه. أعطونا صغاريت، الله يخليكم ينسى، أعطونا صغاريت، أعطونا تصفيقة. تحية 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 للجزائر، تحية لبلادنا. مش تبقى واقفة، مسؤوليتنا احنا اللي بنيو بلادنا، ما نستناوش الناس تجي تبني لنا بلادنا. احنا نربي ولادنا وحنا نبنيو بلادنا وحنا نتعبوا على بلادنا، وان شاء الله ربي بلادنا تبقى دائما في القمم. احبائي برافو برافو برافو. بقوا معنا بقوا معنا قدام هاد الشاطره هذه الشابه.
ابتدائي. قريتوا مليح؟ والديكم ما راضيين عليكم زعما؟ على بالكم عمو يزيد يحب اللي يقراو مليح. واذا كان اخفقتوا هذه المره ما قريتوش مليح، المره الجايه لما نرجع في مارس لازم يكونوا عندكم معدلات احسن. على بالكم يا احبائي، بالعلم ترقى الامم، ولكن العلم لازم له المثابره والجد. كاين اغنيه الجد، هذه الاغنيه اللي عندهم الكتب اي صفحه؟ صفحه 20. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. عمو يزيد يقول في الاغنيه مقطع مهم جدا: راجع درسك بعد الفهم تصبح انجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى اليه ولو في الصين. برافو. تاني عمو يزيد كان واحد المقطع جميل يقول لك: وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما. اذا تغنوا كامل معايا المقطع تاعكم: يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. تعالي ميليسا تغني معايا، يلا يا ابني شمر للجد. يلا يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين، راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما، وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى، فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. برافو 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 برافو. فالدنيا ميدان الكد. احبائي يا اولياء، لازم نربي ولادنا على الجد، على الانضباط، على المثابره، مهمة جدا 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 في حياتنا، باش ولادنا يكبروا على هاد الأخلاق، الانضباط، كذلك من حسن الخلق. لما مثلا أستاذ يعطيك واجب باش تديره، من حسن الخلق أنك تديره في وقته،
مشي تروح للمدرسة غدوة ولا تقول له لا لا ما درتوش. أحبائي تراكم الواجبات من بين الآفات، أنا أسميها آفة، لأنها راح تخليك تكره الدراسة، ما تحبش تقرأ. قبل ما نروحوا لهذه الأغنية الجميلة اللي جاية، واش رأيكم شكون اللي يقول لي شحال كاين من بلدية، شحال كاين من بلدية في ولاية غردايا؟ ولاية غردايا كاع كيما دارت، شحال فيها من بلدية؟ شكون اللي يعرفها؟ شوف الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ محمد لمين. شحال في عمرك محمد؟ عمري 11 سنة. شحال كاين من بلدية في ولاية غردايا؟ 13 بلدية. برافو 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 برافو. أحبائي عاود ذكرنا باسمك. محمد لمين. محمد لمين، شحال قلت لي في عمرك؟ 11 سنة. نسقسوه شحال جاب معدل؟ نسقسوه، ها تحبوا تعرفوا؟ ها جزائريين كاع فضوليين، ما انا فضولي حبيت نعرف، قلنا دركا شحال جبت معدل؟ 9 على 10. واو 9 على 10، تصفيق عليه. برافو 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 برافو. اذا شحال كاين من بلديه في ولايه غردايه؟ 13 بلديه. 13 بلديه، تقدر تقولهم لنا كاع؟ وارا القراره، زلفانه، بريان، المنيعه، متليلي، سبسب، حسيف حل، عسل قرارة. عسل قارة، مش عسل قارة. قارة تعرفها وين جاية؟ عسل قارة. عسل قارة تعرفها وين جاية؟ في الغرب. في الغرب ماذا؟ غرب الولاية يعني. جاية في المنيعة، جاي قدام المنيعة. كان عندي الشرف أني كانت المنيعة أول محطة في جولة عمو يزيد، حتى عمو يزيد راه يكتشف في الجغرافية تاع الجزائر. على بالكم باللي يا أحبائي الأسفار، يعني الإنسان لما يسافر راح يبني الشخصية تاعو. إذا مليح أنه الإنسان راح يكتشف يسافر في الداخل في الخارج، لازم، وخاصة احنا في الجزائر. على بالكم عندنا بلد بحجم قارة، الله يبارك عليها وخموس على بلدنا الجزائر بحجم قارة يا أحبائي. مليح أننا نكتشفوا بلدنا. أعطيه الهدية تاعو. شكرا شكرا شكرا. إذن ولدي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو العفو، تفضل تفضل تفضل. بالعقل. شكرا. إذن 13 بلدية في ولاية غردايا. أحبائي شحال كاين من دائرة في ولاية غردايا؟ شحال كاين من دائرة؟ شحال كاين من دائرة؟ تعرفوا؟ يلا التقسيم الإداري تاع ولاية غردايا شحال؟ شحال؟ لا لا ما كانش وحده هنا في القراره. نعم كاين دائره وحده وبلديه وحده قالوا لي، انا تاني نتعلم. ولكن شحال كاين من دائره كاع في ولايه غردايه؟ اذا محمد شوف لنا الشاطرين هادو، شوف لي الشابه هذه، هاد شاطره. واسمك بنتي؟ ثلاثه. ساره. معليش بنتي واسمك؟ عرفينا بروحك. ساره. الله يبارك بنتي، شحال في عمرك؟ 11 سنه. تقراي مليح ساره؟ نعم. شحال كاين من دائره في ولايه غردايه؟ ثلاثه. لا لا كاين اكثر، غردايه الجميله، غردايه العظيمه، غردايه الكبيره، فيها اكثر من 3 دوائر يا بنتي. شكون يقدر يقول لنا ثاني؟ شوف الشاطره هذيك لهيك. واسمك بنتي؟ بالخديم أميرة. أميرة أميرة وأميرة، خمس عليك بنتي، ربي يوفقك إن شاء الله وينجحك. شحال في عمرك بنتي؟ 13 سنة. الله يبارك، تقراي مليح بنتي؟ إيه. شحال جبتي معدل؟ 13.00. الله يبارك، شاطرة 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 بنتي.
المرة الجاية نحب 15 سنة إن شاء الله. عمو يزيد يحب الأطفال يقراوا مليح الله غالب. إذا بنتي شحال كاين من دائرة في ولاية غردية؟ 13 دائرة. لا 13 بلدية قلنا. شحال من دائرة؟ 8. برافو، تعالي يا الشاطرة. شاطرين كاع هكذا ولاد القرارة؟ كاع شاطرين. الله يبارك ربي يبقي يستر عليكم ان شاء الله ويوفقكم يا احبائي، ونصيبكم كامل كي يكون نمشي هكذا نكون كبير، نتلاقاو في مدن اخرى ونصيب واحد طبيب، واحد طيار، واحد ضابط في الشرطه، واحد ضابط في الامن، واحد مهندس. احبائي المثابره ثم المثابره. يلا تعالي اميره، تعالي بنتي. اذا اميره شحال كاين من دائرة في ولاية غردية؟ 8. كنت خايف تقول لي 7 على بالكم. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني. شكرا. إذا أميرة تعرفيهم هادو كاع؟ هادو كاع ليك؟ جيتوا شكون هادو؟ العرش تاعنا. واسمهم؟ الشعامبة ومخلطين كاملين. الله يبارك. مرحبا بكم. تقدري أميرة تقولي لي العروش اللي عايشين هنا كامل ما تنسي حتى واحد، شكون كاين هنا في مدينة القرارة باش نحيوهم اليوم كامل؟ ولاد السايح، الشعامبة، بلاقل خليهم نشوفوهم وراهم. قولينا بالواحد. ها ولاد السايح سمعوكم. الله يبارك. زيدي بنتي. الشعامبة. الله يبارك. بلا كي تنساي واحد. ولاد سي عيسى. زيدي. ولاد سي محمد. ولاد نايل. أكم أنفورس. الله يبارك. شرفة. العريف. بني نزاب. بني مزاب وراهم، ما سمعناكمش. الله يبارك. بالك شوفوا على بالكم علاش قلت لها هي تقول، باش هكذا كي لانسات هي تحمل المسؤوليه ماشي انا. والله ما تقدروش ما نسيتي حتى واحد؟ شكون باقي؟ انا نظن عطات شانساتهم. كاين حمايم. شكون ثاني؟ ولاد نايل. قلتيهم هادو خلاص راهم معانا. الرباربة. العطاتشة. العطاتشة قريب نسيتيهم. إذن أحبائي أنا علاش حبيت برعومة كما أميرة تقول أسماء العروش اللي هنا، أسماء خوتنا اللي راهم هنا، لانه عمو يزيد اليوم يتشرف انه تكون قدامه هذه اللوحه، هذه الجميله، هذه لوحه الاخاء، لوحه التعايش، لوحه السلام، لوحه الامل. يا احبائي الجزائر محتاجتنا كامل كما رانا. الجزائر على بالكم باللي بلادنا محتاجه اللي يبنيها. احنا بلادنا صغيره، ما عندناش بزاف من الاستقلال. كاين الناس عندهم قرون، احنا قرن مازال ما قفلناش من الاستقلال. احبائي بلادنا محتاجه درعتينا، محتاجه احنا نبنيو بلادنا. اذا اعطونا زغاريت على هذه اللوحه، هذه الجميله. زغاريت ينسى. ربي يعيشكم. تفضلي بنتي اميره. شكرا بنتي. تعالوا. مرحبا بكم. مرحبا. واش راك لاباس؟ تفضل. يسر جمعية الشيخ بن علي طالب مبارك باش تقدم لك هذه الشهادة، شهادة تقديرية بمناسبة هذا الحفل للأطفال هذون، ودخلت البهجة والسرور إلى قلوبهم، وأنت مشكور وبارك الله فيك. ربي طول عمرك. شكرا.
إذن جمعية الشيخ بن علي طالب مبارك الثقافية بالقرارة ولاية غردايا أن تقدم هذه الشهادة التقديرية للفنان المبدع، والله شرف عظيم، عمو يزيد، وذلك تقديرا واعتزازا لمجهوداته المبذولة في سبيل البسمة على وجوه أطفال مدينة القرارة. أحبائي، والله عمو يزيد يعتز جدا بهذا التقدير. هذا على بالكم عمو يزيد حساسي أطفال، على بالكم أي حاجة كيما أنتوما، كي واحد هكذا يدير لكم هدية ولا يدير لكم تقدير، شفتوا كيفاش تفرحوا؟ عمو يزيد كذلك يفرح. تفضلي أعطيها، خبوها لي في أحلى مكان. أحبائي، كنا نهضروا على الواجبات اللي أي ميليسا تقول لكم الأغنية اللي غنيها عمو يزيد، تعالي تعتراكم الواجبات غنيها لنا. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا كامل تغنوا معايا. ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي كامل. ستعاقبني معلمتي. يلا كمل معايا. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي
أشد العقاب. برافو. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أشكر عمو يزيد الذي أتى إلى القرارة، وأنا أحبه وشكرا لكم جزيلا. نشكر عمو يزيد إقدامه لمدينة القرارة. السلام عليكم، مرحبا بعمو يزيد اللي شرفنا بالبلدية القرارة ولاية غردايا، اللي دارنا شرف كبير، يعني فرحنا البلدية والولاد تاعنا، رانا فيها فرحة كبيرة. هاول برهان الله يبارك، أنا خوة إن شاء الله، في خوة وجزائر واحدة، وكل شعب جزائري واحد إن شاء الله، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد، وانا اتمنى ان هذا الحفل يرجع. نقول شكرا لعمو يزيد، وقبل مره اخرى ان شاء الله يعود. انا اهلا وسهلا بعمو يزيد وكل القائمين على هذه الحفله الكريمه، نشكر كل القائمين عليها وكل المنظمين، كما نشكر كل القائمين كذلك من ولايه غردايا، ونتمنى عوده ميمونه الى اهاليهم وديارهم كما فرحوا قلوبنا. يا رب ان شاء الله تفرح قلوبهم. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو. هذا البرنامج برعاية رامي. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.